بالنسبه لهذا المشكل هذا ديال الوجه اللي كيكون شاحب، فهنا كيحاولوا نحاولوا نعطيوه واحد الحيويه، نحاولوا نغذيوه، نحاولوا نعطيوه بروتينات، نحاولوا نعطيوه مواد طبيعيه. فهنا شنو غادي تاخذي اختي؟ غادي تاخذي 3 ديال المعالق كبار ديال الياغورت الطبيعي. إذن هنا غادي نديروا ماسك بمشتقات الحليب، 3 ديال المعالق كبار ديال الياغورت الطبيعي، معلقه كبيره ديال اللبن، ومعلقه كبيره ديال الحليب دافي. اذا نعاود، 3 ديال المعالق كبار ديال الياغورت الطبيعي، معلقه كبيره ديال اللبن، ومعلقه كبيره ديال الحليب دافي. غنخلطوا هاد المكونات كاملين وكديرهم ماسك على البشره ديالكم مده ديال نص ساعه، من بعد كتغسلوه. العمليه كديروها جوج المرات في الاسبوع وكداوموا عليها مده ديال 3 شهور، وفي الشهر الاول كتبان النتيجه. مورا ما كتغسلوا عاوتاني هذا الماسك هذا ديالكم، ضروري من تغذيه البشره، ضروري مشي زيت كيكون معكم كيرافقكم، زيت لافوكا او زيت اللوز الحلو او زيت البابونج او زيت رشيم القمح، وحده من هاد الزيوت هذه تكون عندكم في الدار، دائما شويه منها كدهنوها على البشره ديالكم. اكيد خصها تكون طبيعيه 100%، لان الا ما كانتش طبيعيه غتبقى البشره ديالكم مزيته، وكتستعملوها دائما ما كتقطعوش هاد الوصفه هذه. حتى النوم حتى هو كيلعب دور، علاش؟ كنعرفوا ان الميلاتونين، كنعرفوا السيروتونين، هاد المواد هذه لا هرمون السعاده ولا الهرمون اللي كيساعد على النوم العميق. فإلا ما تفرش بواحد الطريقه طبيعيه، وهنا كنشوفوا ان ساعتين على الاقل، على الاقل فالعلماء اجمعوا على 4 ديال السوايع. اذا كيكونوا جوج ديال لي سيكل، كيكون النوم العميق والنوم السريع، يعني جوج ديال الدورات. فهنا كيمكننا نستافدوا من النوم بطريقه طبيعيه. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.